السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على بعد أيام من بدء الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية التي ستحتضنها نواكشوط. نواكشوط تحتضن أعمال لقاء تشاوري لشبكة إفريقيا للنساء والمجتمع المدني يسعى لتطوير استراتيجيات حملة مكافحة الفساد. النادي الموريتاني لهواة جمع الطوابع البريدية والعملات يخلد ذكرى 45 على إنشاء العملة الوطنية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الموريتاني بالقصر الرئاسي في نواكشوط، ويأتي انعقاد المجلس على بعد أيام من بدء الاجتماعات التمهيدية التحضيرية للقمة الإفريقية المرتقب تنظيمها بموريتانيا يومي الأول والثاني من شهر يوليو القادم، كما يأتي اجتماع مجلس الوزراء على بعد أسابيع من حلول موعد الانتخابات الجهوية والمحلية والتشريعية، حيث يرتقب تنظيمها شهر سبتمبر القادم. إلى نافذة خاصة بالقمة الإفريقية المرتقب تنظيمها في العاصمة نواكشوط. تستعد موريتانيا لاحتضان أعمال القمة الإفريقية 31، وينتظر أن تبدأ الاجتماعات المحضرة لانعقاد القمة في 25 من الشهر الجاري. هذا وتقول الحكومة الموريتانية إن البلاد مستعدة لاستقبال القادة المشاركين بالقمة، وقد أكد أزيد من 30 قائدا حضورهم لهذه القمة الأولى بموريتانيا. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. إعادة لترميم الشوارع والأرصفة هنا في العاصمة نواكشوط استعدادا لاحتضان القمة الإفريقية لأول مرة، وتطمينات رسمية على رهان تنظيم قمة نواكشوط في ظروف مرضية حسب البروتوكولات الدبلوماسية والدولية. وستكون إن شاء الله قمة مميزة، وستكون حدث تاريخي، والاستعدادات لها متكيم على قدم وساق، وإن شاء الله أتوقع أنها إن شاء الله تكون أيضا لها أثر جيد وعلى المستوى القارة الإفريقية بصفة عامة، وعلى حتى المستوى الدولي، لأن هناك أيضا قادة من مختلف القارات سيحضروها. أكثر من 30 قائدا إفريقيا أكد حضوره لقمة نواكشوط 31 للاتحاد الإفريقي. من المتوقع أن يبحثوا مجموعة من الأجندة، من أهمها مجابهة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى النزاعات التقليدية في القارة وقضايا مجابهة الأمراض والأوبئة وقضايا التنمية. كون القمة في نواكشوط سيفرض حضور التحدي الأمني في الساحل، إضافة للملفات التي أعلن عنها حتى الآن كملف الصحراء. موريتانيا بحكم موقعها ستكون لها دور كبير في هذا الملف، فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة التي ما زالت تواجه تحدي كبير في ظل تقاعس دول، وخصوصا دول كبرى، عن التوقيع عليها، فضلا عن الإصلاح الداخلي للاتحاد مما يقوي هذه المؤسسة ويمنحها دور أكثر في مواجهة التحديات في هذه القارة الفتية. الشارع في نواكشوط لا يخفي فرحته باستضافة نواكشوط للقمة الإفريقية بعد استضافتها للقمة العربية، معتبرا ذلك انتصارا دبلوماسيا يتطلب رفع التحدي. استضافة موريتانيا للقمة الإفريقية تعتبر إنجاز عظيم للدبلوماسية الموريتانية على مستوى الخارج والمستوى العالم بشكل عام، وتعتبر استضافتها لها أثر كبير على النشاط الاقتصادي في البلد. موريتانيا للقمة الإفريقية في هذه الآونة تحسد عليها، أقول لأن استضافتها لعدة أسباب، لكونها يتوفر فيها الأمن والسياحة، ولها قرار سياسي معتبر عالميا ودوليا ووطنيا. يأتي انعقاد القمة الإفريقية في موريتانيا في وقت تشهد فيه الساحة السياسية ترقبا قبيل الاستحقاقات البلدية والتشريعية، وفي ظل نهاية مأمورية الرئيس الحالي محمد بن عبد العزيز.
بعد استضافتها للقمة العربية، هيا نواكشوط تستعد لاحتضان القمة الإفريقية لأول مرة في تاريخها في ظرف إقليمي يتسم بتحديات الإرهاب والجريمة المنظمة، ودولي بات يعتبر إفريقيا خيارا استراتيجيا أمنيا واقتصاديا يفرض التعاطي معه. محمد الددة، قناة المرابطون، نواكشوط. انعقد في العاصمة نواكشوط اللقاء التشاوري 32 لشبكة إفريقيا للنساء والمجتمع المدني، ويسعى اللقاء إلى تطوير استراتيجيات لحملة مكافحة الفساد المعلنة من طرف الاتحاد الإفريقي، كما يبحث اللقاء على مدى يومين مواضيع بينها ترقية الالتزام المدني والمسؤولية الاجتماعية والكلفة الاجتماعية للفساد ودور النساء والتنظيمات في الكشف عن الفساد ومحاربته. ويهدف هذا اللقاء الاستشاري بين أمور أخرى إلى تقييم نتائج وتوصيات آخر اجتماع استشاري لجيماك، ثانيا تطوير استراتيجيات مختلفة لحملة مكافحة الفساد، مراجعة دقيقة لآثار وتداعيات الفساد على التعليم وهجرة الشباب والزواج المبكر للفتيات. وسيتم مناقشة العديد من المواضيع الهامة في هذا اللقاء، مثل ترقية الالتزام المدني والمسؤولية الاجتماعية من خلال تمكين النساء ومشاركة المجتمع المدني والإعلام، الكلفة الاجتماعية للفساد البالغة الارتفاع والتي تتمثل في المساس باستقرار المجتمعات وأمنها، الدور المتزايد للنساء في محاربة الفساد، والبحث في دور المنظمات غير الحكومية المتزايد في الكشف عن الفساد وخلق وعي جماهيري ضده. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ناها بنت مكناس إن اختيار الاتحاد الإفريقي محاربة الفساد موضوعا لقمته الأخيرة يعكس حجم سعي القادة الأفارقة إلى النهوض بالقارة، مضيفة أن محاربة الفساد شكلت موضوعا محوريا للحملة الانتخابية للرئيس الموريتاني عام 2009. يولي الاتحاد الإفريقي عناية خاصة للمرأة الإفريقية، حيث تمثل فيه النساء حوالي 50%، وهذه حالة شبه فريدة في الهيئات الدولية تستوجب منا كنساء الإشادة والتنويه. كما أن اتخاذ الدورة 31 لقمة الاتحاد الإفريقي من محاربة الفساد في القارة موضوعا هو تعبير صادق لإرادة القادة الأفارقة في النهوض بالقارة والسمو بها إلى مصاف الدول المزدهرة. وهنا في موريتانيا قد شكلت محاربة الفساد الموضوع المحوري للحملة الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز سنة 2009، حيث نال ثقة غالبية الناخبين وأغلبهن كن نساء. إلى شأن منفصل، حيث انتقدت النائب البرلماني عن حزب التحالف الشعبي تقدم المعلومة بنت بلال ما وصفته تغاضي الحكومة الموريتانية عن عمليات بيوع وديون الشيخ رضا بن محمد ناجي الصعيدي. وقالت بنت بلال في سؤال وجهته لوزير الاقتصاد والمالية المختار والجاي إن بيوع الشيخ رضا كانت تتم بطريقة عرفية ولم يدخل الخزينة العامة منها أي مبلغ. ما يقدر يخلق ابدا تقاضي عن الحكومه، لانه ما هو بسيط. اولا ما هو بسيط المسالتين، واحد اعلان القانون الموثقين يقول اعلان اي بيعه ايا كانت يسوى شن هي لاي روايه معينه تسمى عقار، يابط على الاقل الدوله الموريتانيه يدخل الخزينه العامه منها 2%، ويدخل 2% النوتير اللي معدله، وهذا من قانون التوثيق اللي موجود. هذه الظاهره يبدو انها تمت كامل عن طريق عرفي، والحصينه العامه ما دخلتها من هوقيه. الناس اليوم تتقاضى وتقول عن الديون تساوي تقريبا 68 مليار، وفيه البعض اللي يقول انا تراوح الى 100 وزياده من المليارات، والحكومه الى حد الساعه ما علمت اي شيء يسوى شنو عن هذه الدنيا ولا عن قضيتها. زيد على ذلك بعلن السيد معالي الوزير على ان المواطن الموريتاني البسيط يرى بعلن اليوم
هذه العقارات اللي هي ما تنارك من الشيس وشن هو، وعلى انهم اللي دفع رواتبها ما يقدر أبدا يعدل حد دخله هو اليومي طبيعي به اللي ما يقدر حد يعود يشري ب 80 مليون و 90 مليون ويعطي هو 203 ملايين مليون، ولا يقدر حد يشري ب 6 ملايين ويعطي هو 80 مليون. هذا من غير المنطق، بل أن يعود يعدل شخص على الأقل يداول بعد تجارة، والله يداول أي رواية معينة طبيعية، ما عاد على الأقل لأنه يعرف لأنه هذا عجز الاقتصاد. في ذات السياق قال وزير الاقتصاد والمالية المختار واللجاي إن عمليات البيع والشراء التي يبرمها الشيخ الرضا بن محمد ناجي الصعيدي هي عمليات تمت بين أشخاص طبيعيين بالغين غير مكرهين، ولا تتعارض في ظاهرها مع النظم والقوانين، كما لم يصل من أي جهة مخولة ما يفيد مخالفتها للشرع. وأضاف واللجاي في رده على سؤال نائب المعلومة بنت بلال أن التنازع في عمليات البيع والشراء من صلب صلاحيات القضاء، وأنه لم يتقدم أي طرف بشكوى إلى السلطات العمومية أو القضائية بشأن هذه العمليات. تلك العمليات التي تمت في الفترة الأخيرة في نواكشوط والتي أثارت فضولا وجدلا في بعض الأوساط، أود تقديم التوضيحات التالية. ما لدي من معلومات أنها عمليات بيع وشراء بين أشخاص طبيعيين بالغين وغير مكرهين، أنها عمليات في ظاهرها على الأقل لا تتعارض مع القانون والنظم المعمول بها، ولم يصلنا من أي جهة مخولة أو معتمدة ما يفيد مخالفتها للشرع. إن التنازع في معاملات البيع والشراء من صلب صلاحيات القضاء الذي لن يسمح بسلب أملاك أي مواطن دون وجه حق، لم يتقدم أي طرف بشكوى إلى السلطات العمومية أو القضائية على حد علمنا بشأن هذه العمليات، فلا الأطراف أبدت انزعاجها من ظروفها، كما لم يتقدم مهني القطاع بتظلم رسمي. أحيى النادي الموريتاني لهواة جمع الطوابع البريدية والعملات الذكرى 45 على إنشاء العملة الوطنية الموريتانية، وقد نظم النادي ندوة في نواكشوط بحثت تاريخ وتطور الأوراق النقدية الموريتانية، كما نظم على هامش الندوة معرضا تضمن بعض العملات. اليوم محتفلين بذكرى 45 على انتشاء العملة الموريتانية اللي هي لقية، وعدنا اليوم ندوة تحت عنوان تاريخ وتطور الأوراق النقدية اللقية من 1973 إلى 2017. بدأنا بأول إصدار اللي خلق اللي وعد في الجزائر إلى آخر إصدار من مادة بوليمير اللي وعد في كندا، وبينا فيه ذا اللي كانوا يعدوا منه الأوراق، لأنهم بدوا بالخشب وخاضوا على القطن وجاوا المادة قال سنتك خلاط بين الخشب وبلاستيك، وهم جاوا بين القطن وبلاستيك مادة قالها إبريد، والتالي هي مادة بوليمير اللي عندنا اليوم. نظم مريد طريقة الشيخ أحمد بامبا أمسية في العاصمة نواكشوط تخللتها ابتهالات دينية ومداخلات ركزت على حياة ومآثر الشيخ، وعرضت الأمسية في جانب منها لتاريخ العلاقات الثنائية بين الشعبين الموريتاني والسنغالي، حيث وصفها متدخلون بأنها راسخة منذ القدم. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. سمر صوفي في نواكشوط بحضور السفير السنغالي المعتمد لدى موريتانيا والخليفة العام لطريقة المريدية في منطقة غرب إفريقيا، وبافتتاح رسمي من وزارة الثقافة الموريتانية. السمر الصوفي هذا والذي تخللته أهازيج مريد الشيخ الصوفي أحمد بامبا يبحث حياة ومآثر الشيخ المولود في مدينة طوبا السنغالية، وقد اتخذ له منظموه الطابعة التأبينية وفق وزارة الثقافة الموريتانية، والتي أكدت مؤازرة مثل هذا النشاط من أجل إبراز الصورة الناصعة للإسلام والتصدي للتطرف.
ملتزمون بموازرة ومواكبة هذا النوع من الأنشطة من أجل إبراز الصورة الناصعة للإسلام وتوحيد جهود العلماء للسير على نهج الوسطية والاعتدال والتصدي لمخاطر التطرف الفكري. يستعرض مريد الشيخ في هذا الحفل المنظم في العاصمة الموريتانية تاريخ العلاقات بين الشعبين الموريتاني والسنغالي، ويؤكدون رسوخها، حيث أقام الشيخ أحمد دبنبه الملقب بالخديم سنوات على الأراضي الموريتانية، ويشترك مع الموريتانيين الثقافة العلمية كالنظم والتأريخ به. وفي ذلك الإطار يلقي هذا السيد أبياتا يؤرخ فيها الشيخ لانطلاق طريقته، ويحتفي بأول موريتاني ينتسب لها. وأول من أخذ الورد منه شنقيطي وهو أحمد الحسن، لذلك يقوله، لذلك هو قرضه وأرقه وقال: أبرضه يوم العروبة لمن أسعده الله من أبناء الزمن، خامس شوال شهدنا كرما، منشئ ذا التاريخ تاج الكرما، أحمد شيخنا البكي من سفر عن وجنة الحق بحضر وسفر، في الغيبة الثانية التي حبا بها البياضين الإله مرحبا. وتربط عددا من الموريتانيين والسنغاليين علاقات وثيقة، تعتبر الطرق الصوفية ناظمها الأبرز، حيث يتوجه العشرات من أمثال جمهور هذه الأمسية إلى المدن السنغالية سنويا إلى أشياخهم الصوفيين هناك في المناسبات الدينية المختلفة، وتجمعهما مشيخات صوفية إقليمية عديدة خاصة على مستوى الغرب الإفريقي. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على بعد أيام من بدء الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية التي ستحتضنها نواكشوط. نواكشوط تحتضن أعمال لقاء تشاوري لشبكة إفريقيا للنساء والمجتمع المدني يسعى لتطوير استراتيجيات حملة مكافحة الفساد. النادي الموريتاني لهواة جمع الطوابع البريدية والعملات يخلد الذكرى 45 على إنشاء العملة الوطنية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الواحدة والنصف تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد، وتناقش موضوع أزمة عمال المطبعة الوطنية المتأخرة رواتبهم منذ 4 أشهر. في أمان الله.